قول لي بقى اول مباراه ليك مع الفريق الاول عمرها ما تتنسي. عمرها ما تتنسي طبعا، كنا بنلعب غزل المحله والشوط الاولاني كسبنا 3-0 ففي الدقيقه 70 كده مستر مانجوز قال لي قوم سخن. فقلت له خلاص ماشي. فانا قبل ما انزل قال لي انت هتلعب، كان حوالي ربع ساعه كده كابتن اسامه، فقال لي انت انزل متع نفسك، ما لكش دعوه تجيب جون في نفسك تعمل، انت انزل متعني ومتع نفسك، مالكش دعوه خالص بالنتيجه، انزل متع نفسك ومتع ومتع اللي معاك ومتعني وانا عايز اتفرج عليك وما تخافش خالص، بيديني الثقه يعني وما تقلقش وانا مسؤول عن اي حاجه. وانا نازل انت اللي طالع كابتن اسامه، يعني نزلت مكانك اول ماتش ليا، ماتش غزل المحله كنا كسبنا 3-0. فلما نزلت طبعا بصراحه كابتن كنت هلعب هاف ليفت، كان جلبرتو باك ليفت وانا قدامه، وكابتن هاني خشبه كان جنبي وكابتن محمد شوقي وكابتن خالد بيبو قدام. فاول ما نزلت بصراحه كابتن هاني خشبه قال لي عمرو ندالي، قال لي عمرو ما تخافش لو في اي حاجه بصيلي وما تقلقش خالص واحنا معاك في ظهرك وما تخافش. قلت له كان في ساعتها في جمهور يا كابتن اسامه، فاول كوره جات لي كابتن محمد شوقي عملها لي ومتشيطها هاف فولي كده، فالجمهور سخن، فانا بقى سخنت خلاص، قلت خلاص انا خدت ثقه يعني بزياده. فساعتها كابتن هاني خشبه قال الله 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 فاهم، فبقى فرحان قوي بقى يديني الكوره ويلعب ويقول لي برافو وقعد يشجعني جامد جدا بالماتشات الحلوه. حتى بعد الماتش مستر مانجوز خدني بالحضن وقال لي ان شاء الله بدايه ليك كويسه وان شاء الله تبقى حاجه معانا في الفريق الاول باذن الله.